وللحديث أكثر عن الانتخابات البرلمانية والتي بدأ التصويت الخاص فيها، ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي من برلين الخبير الأمني والعسكري الأستاذ محمد فوزي اللامي، كما تنضم إلينا عبر الخط الهاتفي من بغداد الناشطة في التظاهرات الدكتورة ذكرى عبد الصاحب. مرحبا بك معنا أستاذ محمد، ومرحبا أيضا بالدكتورة ذكرى. شكرا جزيلا. أهلا بك دكتورة. أبدأ معك أستاذ محمد، انتهى اليوم التصويت الخاص والذي يضم العناصر الأمنية بطبيعة الحال وعناصر الجيش كذلك، كيف يمكن النظر لإصرار شركاء العملية السياسية على إشراك القوات الأمنية في الانتخابات البرلمانية، وهذا الإصرار على ترسيخ، يعني هل هو ترسيخ لحق المواطن بمعنى آخر أو أنه توظيف واستثمار للولاءات الحزبية؟ يعني بالتأكيد سيدي الكريم، اللي لاحظناه اليوم حقيقة بأنه كل ما هذه الأحزاب وهذه المنظومة حاولت أنه تقول بأنه القوات الأمنية بعيدة جدا عن الانتماءات السياسية والحزبية، الانتخابات اليوم حقيقة أظهرت هذا الموضوع بأن هنالك الكثير أو بالنسبة الأغلبية الكثيرة جدا في هذه القوات الأمنية هم ناس حزبيين وناس منتمين لهذه الأحزاب. وحقيقة هو من عام 2003 ولحد الآن يعني جرت العادة بأنه الانتماء إلى يعني الأجهزة الأمنية، سواء كانت على وزارة الدفاع والدفاع والداخلية أو المستشارية الأمن الوطني وغيرها، يكون بتزكية حزبية وليس بحقيقة كفاءة المواطن العراقي. والشباب هذول اللي طلعوا تظاهرات يعني هم لم يعني حقيقة هم واقع حال، لأنه العراقي المستقل اللي يحب الوطن ما حصل فرصة في هذه الأجهزة الأمنية. اليوم شاهدنا هنالك حقيقة يعني انتكاسة كبيرة جدا، لأنه واضح جدا اليوم بأنه هذه القوات الأمنية اليوم لم تعد تعير أهمية لرأي المواطن كما كانت سابقا. بالعكس اليوم الاهتمام كبير بما يعني تقدمه لهم هذه الأحزاب أو هذه الفئة الحزبية وهذه الكتلة الفلانية. وحقيقة كان هنالك خرق للدستور، لأنه حقيقة الدستور لا يسمح بما حدث اليوم. نعم. أنه القوات العسكرية تعلن حقيقة انتمائها لهذه الجهة السياسية ودعمها لتلك الجهة السياسية، كان هنالك خرق كبير للدستور. يعني هنالك حقيقة ولاءات اليوم أصبحت واضحة. نعم. لدى القوات الأمنية لهذه تلك، والتي يعني أوضحت بأنه ما حدث سابقا وما للناس تحدثت بأنه هذه بل هناك أيضا يعني تصوير بالهواتف داخل مراكز الاقتراع لإثبات أنهم قاموا بالتصويت لكتل بعينها. أرجو أن تبقى معي أستاذ محمد. دكتورة ذكرى، كناشطين ساهمتم على مدار عامين في ثورة تشرين في محاولة إصلاح هذا النظام، كيف تنظرون لما جرى اليوم من تصويت للعناصر الأمنية وما صاحبه من عمليات أيضا خلال الاقتراع لصالح أحزاب وكتل بعينها؟ نعم، شكرا لحضرتك وشكرا للقناة ولضيفك. حقيقة أنا أقول أن هذه الحكومة، تلك الحكومة في كل تشكيلاتها من مفوضية ومن برلمان ومن لجان ومن هؤلاء، منذ اليوم الأول اللي دخلوا به للحكومة إلى الآن هم مستمرون في الخرق، خرق الدستور وخرق الأنظمة وخرق القوانين. فهؤلاء اليوم يثبتون يعني يثبتون خطأهم او لا اخلاقياتهم او الشيء الذي هم يعمدون ان يمشوا على مزاجياتهم وعلى مصالحهم الخاصه. فاليوم اتضح كل هذا، يعني انهم جايين لمصلحتهم، وايضا بالنسبه للجيش والقوات الخاصه والناس الضعفاء حقيقه هم واضح انه هؤلاء لهم ولاءات ولهم يعني شلون نقول الجيش منتمي لعده احزاب. يعني شلون نقول انا يعني لما يعينون عسكري اذا ما يكون منتمي لجهه معينه ما مستحيل يتعين. لذلك اصبح الجيش جيش، مع احترامي لقامات الجيش، الجيش اصبح مرتزق الان. الجيش مرتزق لانه يريد راتب بس حتى ياخذ، ما له علاقه بحمايه الوطن ولا له علاقه بالمواطن. الان الجيش غير الجيش العراقي الاصيل، الان يعني مخلط، ما نقدر نقول غير كلمه اخرى. نعم. الجيش الان مخلط وله ولاءات خاصه لولاءات لكل الاحزاب. المفروض انه الجيش يكون معزول عن كل هذه الولاءات وبعيد عن كل السياسات واللي هم سياده الوطن وامن الوطن وراحه المواطن. الان تصور اني الان يلا دخلت ليبيا، صار لي ساعه اكثر، جت عندي مشوار
غارقين الطرق الحرس الجيش. ليش؟ لانه هم يقترعون وهم الصناديق اللي دي يحولوها، وايضا دي يجيبون الصناديق لاقتراع المواطنين المدنيين ولا يقومون بحمايه. صحيح، هذا صحيح. نعم، نبقى في نفس النقطة أستاذ محمد. شركاء العملية السياسية يروجون إلى أن عناصر الأمن لا ينتمون لأي حزب وليس لديهم هوية سياسية، وبالتالي من حقهم الاقتراع. إلى أي مدى ترى صحة هذا الكلام، سواء على مستوى التعيينات كما تفضلتم سابقا أو الترقيات وما يتبعها؟ يعني سيدي الكريم، واضحا بأنه أولا القيادات اللي موجودة قيادات حزبية وتعلن الولاء لهذه الأحزاب حقيقة من خلال اللقاءات التي حدثت سواء على المستوى السياسي. تجد بأن هناك قيادات عسكرية تلتقي بهذا الطرف أو ذاك، بهذا العامري أو غيره، بنور المالكي، بمقتدى الصدر وغيره، تمجد بهذه الشخصيات. هذا على مستوى القيادات. على مستوى حقيقة على مستوى الأفراد، يعني هناك انفراد الآن، يعني حدث منذ سنوات انفراد بأنه إذا لم تكون لديك يعني انتماء سياسي وتزكية من قبل هذا الحزب سوف لن تدخل الكلية العسكرية، أو سوف لن تكون عنصر في هذه القوات الأمنية. فهذا واقع حال، يعني لا يستطيع أحد أن ينكره، سواء على مستوى وزارة الداخلية، على مستوى الشرطة، وعلى مستوى الجيش. لذلك تجد بأنه حدثت هنالك خروقات كبيرة على مستوى حقوق الإنسان، جرائم حرب حدثت، يعني ما حدث في تشرين من انتهاك كبير جدا لحقوق الإنسان قامت به بعض القوات، يعني ناس منتمين للقوات الأمنية. فهذولا ناس بالتأكيد ناس ميليشياويين، يعني ينتمون لهذه الأحزاب. اليوم نجد أنه حقيقة اليوم اللي الصور والفيديوهات التي ظهرت يعني معيبة جدا، مخجلة جدا على هذه القوات الأمنية، لم تحدث يعني قبل عام 2003، لطالما كانت يعني الجيوش العراقية جيوش محترمة، جيوش مقدرة. فاللي يحدث الآن يعني حقيقة هو واقعا القوات الأمنية جزء كبير جدا، الأغلبية منها منتمية إلى هذه الأحزاب وإلى هذه الميليشيات ودعمها على مستوى الانتخابات وغيرها. نعم دكتورة ذكرى، مفوضية الانتخابات أصدرت قرارها مرتين بعدم أحقية ميليشيات الحشد في التصويت مع العناصر الأمنية، ولكن يعني يجري العكس دائما. لماذا برأيك كان الاعتراض شديدا من قبل الأحزاب على هذا القرار؟ بالتأكيد الحشد له ولاءات، يعني له انتماءات وولاءات للأحزاب الأخرى، وهو الحشد ممثل لهذه الواجهات الحزبية، الأحزاب الإسلامية وغيرها من الأحزاب الأخرى. فهؤلاء هم ممثلون، الحشد ممثل لهؤلاء، فحاولوا أنه لأنهم ما يقدرون أن يسيطرون على المواطن، ما يعرفون يعني كم كميات الأصوات اللي راح تجيهم من المواطنين، اللي هم أنا أشوف 75% من المواطنين هم معترضين أنه يقولون لا للانتخابات، يعني مقاطعون، يعني يرفعون شعار مقاطعون. لذلك الأحزاب ما يعرفون كم عدد الأصوات اللي راح يجيبوها، في حين لما يدخلون الحشد ولائيهم يدخلوهم مع العملية الانتخابية راح يعرفون انه كم راح يجيبون، وراح توزع الأصوات بالتساوي بين هؤلاء اللي مشتركين بالحكومة، ما بين الأحزاب المتعددة وما بين الولائيين وما بين الناس الميليشياوية. فحق يعني حاولوا ان يضغطون على الدوله او على اللجان بالضبط، يعني انه ان يدخلون اصواتهم حتى يعرفون ايش قد يحصلون اصوات، يعني وهذه هم الجوكر الرابح بايدهم، هذا اللي يعتبرون الحشد جوكر بيد الاعداء. نعم. طيب استاذ محمد، بحسب صحيفه نيويورك تايمز الامريكيه قالت ان الاحزاب ما زالت تستخدم الخطاب الطائفي لاستقطاب الناخبين. إلى أي مدى ترى أن هذا الاستقطاب مستخدم أيضا داخل الأجهزة الأمنية وبين عناصرها؟ بالتأكيد سيدي الكريم أن هذا الخطاب هو موجود الآن على مستوى السياسي وعلى مستوى يعني هذه المؤسسة الأمنية الآن، يعني بالتأكيد يعني موجود هناك الخطاب الطائفي. حقيقة يعني يوهمون الناس بأنه هذا الطرف يعني يحارب هذا الطرف الآخر، والذي يعني احنا شفنا اليوم الخطابات اللي كانت من هذا العامري وغيره. يعني هذه المشكلة سيدي الكريم، بأنه هذه المؤسسة الأمنية منذ عام 2003 لم تبنى على أسس يعني حقيقية عراقية وطنية على مستوى الكفاءات. اللي حدث في من بعد عام 2003 أنه أجت ميليشيات بدر وغيرها وأصبحت هذه الأساس في هذه المؤسسة الأمنية. فكل شخص الآن على مستوى الأجيال اللي تبعتها ينتمي إلى هذه المؤسسة، حتى لو كان غير طائفي سوف يجد بأن هنالك مؤسسة طائفية يجب أنه يتبع
هذه القوانين وهذه الفكرة وهذه العقيدة، وإلا سوف يطرد من هذه المؤسسة. فهذه المؤسسات الطائفية سيدي الكريم أصبحت هي تنتج طائفيين كجنود وكضباط وكعناصر شرطة وكعناصر جيش، هم في دورهم يقومون أيضا بالدور الطائفي ضد المواطن وضد المناطق هذه، وإلا تجد بأن هنالك حالة طائفية كبيرة جدا حدثت في البلد. يعني مؤسسات الدولة أساسها هو البناء الخاطئ لهذه المؤسسات. يعني اليوم تجد بأنه الحشد الشعبي أصلا هو غير الدستوري، يعني مخالف للدستور، المادة التاسعة ثانية في الدستور يعني تحرم هذا الشيء على 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 كل مستويات. ولكن بعدين ترجع شو تقول؟ انه تقول يابا هم تاسسوا ادخلوا في داخل الجيش والشرطه، ما يقبلون يدخلون في داخل الجيش والشرطه، اسسوا لهم منظمه خاصه بهم، ولكن في وقت الانتخابات يجب يعاملون نفسهم وكانهم جيش والشرطه. يعني فد ازدواجيه عجيبه. نعم نعم، واستغلال طبعا للانتخابات والتصويت. دكتورة ذكرى، ما وصفه المراقبون بأنه مهزلة انتخابية اليوم في التصويت الخاص، إلى أي مدى أيضا تتصاعد الرغبة الشعبية في مقاطعة الانتخابات المزمع عقدها، ونحن نعرف أن ثوار تشرين أجبروا الحكومة السابقة على الاستقالة، وبعد ذلك تشكلت الحكومة الجديدة، والآن ذهبوا إلى انتخابات مبكرة. يعني هناك فاعل مهم في العراق هو ثوار تشرين. نعم، في الحقيقة أنا أقول أنه هؤلاء الحكومة لا يستطيعون أن يقارعون العقول، لذلك يعني راحوا إلى ذهبوا إلى الجيش، ذهبوا إلى السجناء الذين هم تحت وطأة أيديهم، يعني يضربوا للسجين حتى يروح ينتخبه. أيضا ذهبوا إلى المهجرين، الناس المهجرين، والمفروض هؤلاء المهجرين يعني أنتم يعني هو من اللي هجركم؟ من اللي أذاكم؟ من اللي دمر بيوتكم؟ هم نفسهم، يعني نفس موضوع جحا لما يجيبون، مع احترامي للمثل أمامكم أقوله في قناتكم، أنه لما يجيبون الحمار في غرفة جحا بعدين يطلعون من العائلة، يعني يقتنع أنه جحا يقعد بغرفة واحدة ضيقة مع عائلته، بس المهم لا تبقى ريحة الحيوان معهم. فنفس الشيء هؤلاء المهجرين نفس الشيء، أنه يضغطون عليهم بعدين يقول لهم احنا راح نرجعكم، ويقشمرون عليهم ويأكلون بعقولهم. صراحة ما يقدرون يقارعون. ليش ما راحوا مثلا المحامين؟ ليش ما راحوا نقابة الأطباء؟ والأطباء فيها طب أسنان وفيها طب عام. زي ليش ما راحوا للفنانين نقابات؟ دولة ناس مثقفين. ليش ما راحوا يكسبوهم؟ ليش يروحون على المهجرين؟ ليش يروحون على السجناء؟ يعني هم ما يقدرون يقارعون العقول. طبعا بالنسبة للثورة تشرين أكيد بالتأكيد قلعت أعينهم، مو بس ثقبت أعينهم وإنما قلعت أعينهم لهؤلاء الحكومة، وبالذات لما قلعوا رئيس الوزراء السابق، وإن شاء الله رئيس الوزراء القادم أيضا ينقلع، والقادم إن شاء الله ما رح يبقى رئيس وزراء، بما أنه أكو هناك تكاتف شعبي وهناك ثوار حريصين على هذا الوطن، وهناك دماء تسيل من الشهداء، وستنتصر دماء شهدائنا بإذن الله بهذه الفترة القادمة إن شاء الله، ونحاول أن نبيض الوطن من هؤلاء الناس السود. حقيقة هؤلاء غربان سودوا الوطن، فإن شاء الله راح يخلص من عندهم الوطن عاجلا أم آجلا. من بغداد الناشطة في التظاهرات الدكتورة ذكرى عبد الصاحب، شكرا لك، وشكر موصول لضيفنا من برلين الخبير الأمني والعسكري الأستاذ محمد فوزي اللامي.